بسم الله الرحمن الرحيم، أنا باهي نور الدين من المغرب، أحييكم وأقدم لكم سلسلة دروس أنفاسي من البداية للإحتراف، خصوصا الفيديو خصوصا الفيديوهات في المرحلة الأولى هي فيديوهات خاصة بالمبتدئين في برمجة ASP.NET MVC، يعني موديل فيو كنترولر. وحاليا وصلنا إلى HTML هيلبر ولا مجموعة دوال HTML هيلبر التي تمكننا من خلق بعض تكس بوكس او تشيك بوكس او باسورد اكسترا. اذا هناك طريقتان لاضافة حيز ادخال النصوص تكس بوكس، اما كتابة input type text value او استعمال HTML helper point text box voilà او point check box او point او point password. اذا غنشوفوا ان شاء الله واحد المثال. اذا غنبداو بواحد المثال بسيط جدا. اول شيء غنخلق واحد الكونترولور، اي كلاس يتحكم في خلق الواجهات لي فيو فوالا، ويتضمن مجموعه لي زاكسيون ومجموعه دوال. وبالتالي غنمشي عند كونترولور، زر ايمن اضافه كونترول جديد فارغ اسمه مثلا تيست، غنسميو مثلا تيست فوالا، تيست كونترولور اد سنضيفه. إذن سأقوم بتكبير الكتابة. فوالا، الكونترولور هو عبارة عن كلاس عادي يحتوي على مجموعة لزاكسيون ومجموعة الدوال التي تكون نتيجتها هي أكسيون. هاد مجموعة الدوال الموجودة في كونترولور كما شرحنا سابقا، يا إما سترجع لنا دي فيو أو دي زانترفاس جرافيك أو content يعني chain de caractère يعني string أو ملف JSON etc. إذا لخلق واجهة جديدة انطلاقا من الكنترولر، زر أيمن على index، إضافة index يعني view اسمه index أو أي اسم آخر تحبه. إذا يا إما use a layout page يعني استعمال page متر أو فارغ، إذن سأستعمل view أي interface graphic يعني user interface in English empty خاوي. إذن سأضيف الفيو. إذا الفيو يمكن تشبيهه أو بالضبط له وعبارة عن ملف نهاية CS HTML، يعني خليط بين HTML و CS. CS هو الكود سي شارب. إذا كنا نستعمل VB فيكون الملف هو عبارة عن VB HTML. إذن سأقوم بخلق خلق مثلا تشيك بوكس. الفيديو السابق قمنا بخلق تكس بوكس وباستعمال HTML هيربر. حاليا سنقوم بخلق تشيك بوكس، وبالتالي غندير أروباسك بار إكزومبل. بسم الله، أروباسك مثلا HTML فوالا أروباسك. إذا هنا أروباسك HTML صغيرة فوالا بوان تشيك بوكس. إذا عندنا الحمد لله تشيك بوكس. إذا ستعطيها مثلا تشيك بوكس هي عبارة عن دالة فيها مجموعة البارامترات. إذا البارامتر الأول في تشيك بوكس اللي هو اسم تشيك بوكس، مثلا سنعطيها مثلا هنا تشيك بوكس يعني زر الاختيار نعم أو لا، فيرغول فاصلة، وسنعطيها بار إكزومبل واش تكون مفعلة أو غير مفعلة، كوشيت or not cached فوالا فيرغول. وسأمرر لها اوبجي انونيم اي اوبجي غير معرف فوالا. بسم الله. اذا ساقوم بالاكزيكيوشن. لكي لا نضيع الوقت ساضيف باسورد. اذا HTML دائما HTML بوان باسورد الحمد لله موجوده. اذا يا اما استعمال input type password in HTML 5 فوالا، اما نستعمل input type text او نستعمل HTML helper arabesque HTML password. وسامرر
البارامترات. إذن سأمرر البارامترات موجودة في لاشيمل. فوالا. إذن سنقوم بباسورد، سأعطي الاسم مثلا، فوالا ماي باسورد، ماي باسورد. إذن نشوف إن شاء الله ليكزيكيسيون، انظر إلى التطبيق ماذا سيعطيني هذا الشامل تشيك بوكس أند الشامل باسورد. إذن فوالا دائما اعطاني الروت يعني اندكس يعني الواجهه HTML الموجوده في الكونترول. اذا الحمد لله هي هي تشيك بوكس زر الاختيار هنا ان باسورد. لاحظتي بان الكاركتر او القيم المدخله ستكون غير واضحه للمستعمل. اذا الحمد لله، شكرا على الانتباه ديالكم، والى اللقاء في الفيديو القادم. هذا فيديو بسيط جدا، وسنتم مجموع الدوال الموجودة في HTML Helper. شكرا على الانتباه ديالكم، والى اللقاء.